وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام. نرحب بك في نشرة الأخبار سعادة الوزير. سعادة الوزير، ما جرى اليوم خلال الاجتماع ما بين الفريق الحكومي واللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، كيف تصف ما جرى ذلك اليوم؟ أول شيء شكرا للأخ علي والختاية على الاستضافة. مثل ما أشرتم، فقد شارك اليوم الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الاجتماع الأول المشترك مع اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة اللي كان يرأسها معالي رئيس مجلس النواب وبحضور أصحاب السعادة رئيس اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة وأعضاء اللجنة النيابية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب. وفي الحقيقة هذا هو الاجتماع الأول المشترك لمناقشة وتدارس برنامج الحكومة، وقد استمر قرابة ساعتين. ولله الحمد خرج الجميع منه بانطباع أن العمل في الأيام القادمة سيكون مبشرا بالخير، حيث غلبت على هذا الاجتماع أجواء إيجابية من التفاهم والحوار البناء ما بين ممثلي السلطتين. وذلك في الحقيقة كان للوصول إلى صيغة توافقية تمهد لنا الطريق للمرحلة اللاحقة عند عرض البرنامج على المجلس للتصويت عليه إن شاء الله. هذه الروح الإيجابية في الحقيقة جاءت من خلال ما يحتويه البرنامج من أولويات ومحاور ومبادرات طموحة ستسعى الحكومة من خلالها إن شاء الله إلى أن تنتقل من مرحلة التعافي، تنتقل بالاقتصاد الوطني بجميع مناحي العمل الحكومي من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام، وهو هذا حقيقة الأمر هو شعار البرنامج. ممثلي الحكومة طبعا كانوا على أتم استعداد لتلقي كافة ملاحظات ومريات أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، وهذه هي الروح التي سيواصل بها الفريق الحكومي عمله تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتأكيد الدائم على التعاون مع السلطة التشريعية لكل ما يخدم الوطن والمواطنين الكرام. نعم، سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، شكرا جزيلا لكم.